يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل الكبه، نوع جديد من الكبه هو المهبله، بتشتهر في جنوب سوريا اللي هن درعا وسويدا والقنيطره. المكونات عندي هون 4 كاسات برغل، انا نقعتهم 4 كاسات مي، بصل حسب الرغبه وحسب ما بدك تعدليه انت مع اللحم. عندي اللحم هون تقريبا للحشوه، تقريبا انا جايبه نص كيلو، وعندي لحمه هبره هاي بدي حطها للبرغل ربع كيلو، يعني للأربع كاسات حاطة ربع كيلو لحم. عندي كمون معلقة كبيرة بدي استخدم، بهار معلقة صغيرة، ملح حسب الرغبة، معلقة صغيرة قرفة، وقشر ليمونة واحدة، والمردكوش، المردكوش معلقة كبيرة. المردكوش هو نبتة ما بعرف إذا الكل بيعرفها، هي بيقولوا لها مردكوش او بردكوش، نبته عطريه بتعطي نكهه طيبه للكبه. هلا انا اول شيء رح اعمله، رح اخذ 2 من هدول البصلات رح احطهم على البرغل. طبعا انا البرغل نقعته تقريبا 10 دقائق، رح احط كمان قشر الليمونه. هدول رح اخذهم اطحنهم على ماكينه اللحم وبرجع بارجيكم شو رح نشتغل. انا بعد ما انتهيت من طحنة على الماكينة مرة واحدة، رح حط البهارات اللي انا ذكرتهم قبل شوي كلهم، معلقة القرفة الصغيرة، الكمون معلقة كبيرة طبعا، والمردكوش معلقة كبيرة، بتحب تكتري اكتر كمان معلش. عندي البهار المشكل معلقة صغيرة، فلفل اسود اذا بتحبي تضيفي كمان هذا بيرجع لإلك. هلا الملح كمان حسب الرغبة. هلا بعد ما بحط اللحم انا راح ارجع اعجنها شوي بايدي، وبعدين بشوفها. هلا راح ارجع اعملها مرة تانية على الماكينة دور تاني. هلا بهاللحظة هلا او بهالوقت هذا اللي انت بتعجنيه على ايديك، انت بتتعرفي قوامها كيف صار. اذا احتجتي مي كمان فيك تحطي، انا مجهزه مي متلجه، لازم تكون المي مسقعه، يعني مو مي مجرد مي من الحنفيه. هذه المي هلا اذا انت لقيتي حالك محتاجه تحطي مي كمان بتحطي هون رشه صغيره، لا تكتري. كل مره حطي شوي صغيره، لا تكتري لحتى ما تحطي كميه مي زياده. هلا راح اخذهم اعملهم كمان مره ثانيه على الماكينه وبنرجع بنشوف شو راح نشتغل. انا عندي العجينه صارت جاهزه بعد ما طحنتها دور تاني بالهاي، انا بغطيها بكيس. طول ما انا عم بشتغل لازم تكون هي محطوطه بكيس. هلا انا رح ارجيكي وحده كيف. انا هون حاطه كمان مي متلجه مع شويه ملح، باخذ قرص بايدي بكورها بهالشكل هذا. طبعا اللحمه انا اللي تبع الحشوه عباره عن البصل، بس دبلتها على النار، حطيت اللحم وفوقها مع شوية ملح وبهار. إذا بتحبي تحطي أنت فلفل أسود كمان، هذا ذوق شخصي. هلأ أنا هاي رح أفتحها هالشكل، نفس طريقة الكبة المقلية، بحشيها باللحمة والبصلة وبسكرها، بحاول سكرها بس انه يكون لها بس راس من فوق، راس صغير بس من فوق، بتركها من تحت مثل ما هي بهالشكل هذا. هالشكل كلهم انا هلا رح انهيهم، اعملهم بهالشكل هذا وحطهم، وبعدين بنروح نشوف كيف رح ندبلهم على البخار مع البصله. هلا انا هون حاطه شويه زيت، البصل اللي ضل عندي انا قطعته هيك بشكل جوانح، راح احطه حتى يدبل بسفل الطنجره وغطيه لحتى لاقيه دبل على المظبوط، كون انا قليت شوي الكبه. الكبه انا ما بدي اياها تحمر، بدي اياها تكون شوي شقره، يعني ما بدي اياها اقليها انا قليه على الاخير، راح احطها شوي صغيرة. هلا بأرجيكي كيف رح يصير لونها. في ناس بيحطوها هي مباشرة،
بقلب مباشرة بعد ما تدبل البصلة بهالشكل بسقطوها هون. أنا بحب أقليها شوي صغيرة قبل ما أحطها بقلب مع البصل. هلا أنا الكبة رح قيمها بهالشكل هذا، شايفين ما تحملت عندي كتير، رح أرجيكي لونها ما فرقت كتير، شوي صغيرة بس لحتى تلم بعضها. رح قيمها وكبفي قلي الكل لحتى تكون البصلة عندي صارت دبلت وصارت جاهزة، وبأرجيكي بعدين شو رح نشتغل سوا. هلا أنا عندي البصلة زهرت صار لونها شوي على يعني أصفر شوي، ما بديها كتير تصير غامقة. باخذ الكبة اللي عندي اللي أنا قليتها شوي صغيرة بصفها، ما أحط كتير، حط كمية بس بسفل الطنجرة بهالشكل. صفون ما بكتر العدد، بخليهم شوي صغيرة حسب ما بتسع الطنجرة عندك، يعني مهم يكونوا بس السفل. وبحط عليها بإيدي باخد هالقد تقريبا ربع الكاسة موي، وبرش شوي صغيرة عليها. هي اسمها مهبلة لأنه رح تستوي على الهبال اللي بيطلع أو على البخار اللي بيطلع من الطنجرة. بحطها بهالشكل هذا، كبه شوي بإيدي شوي، وبحطها على نار هادئة كتير كتير، خمس دقايق لست دقايق وبرجع بتكون جاهزة. برجع بحط كمية تانية من أول وجديد لحتى أخلصهم كلهم، وهلا بأرجيكم كيف رح يكون شكلها النهائي. الكبة هيك صارت جاهزة، بتمنى يكون عجبكم طبق اليوم، وأهلا وسهلا فيكم، لا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.